في كل يوم نقوم بأعمال متعددة، وهي في الحقيقة تنسيق محكم بين أجهزة الجسم من جهة وبين الجسم والوسط المحيط من جهة أخرى. إن المسؤول عن التواصل مع المتغيرات ومنبهات الوسط الخارجي هي مجموعة من المستقبلات الحسية المتخصصة التي تقوم بنقل هذه التنبيهات إلى المراكز العصبية لتفسيرها وصياغة الاستجابة المناسبة لها. نافذة نطل من خلالها على عجائب الكون، فكل ما نتعرف عليه من أشكال الأشياء وحجومها وألوانها يعود إلى عضو مميز ألا وهو العين. تعد العين عضو حاسة الرؤية، وتسكن داخل تجويف عظمي في الجمجمة يدعى الحجاج، وتقسم إلى قسمين رئيسيين هما الأعضاء الملحقة بالعين وكرة العين. أولى الأعضاء الملحقة بالعين هو الحاجب الذي يقي العين من العرق المتصبب من الجبهة، يليها الجفون والأهداب التي تمنع دخول الغبار وأشعة الضوء القوية إلى العين. كما تلحق بالعين غدة دمعية التي تفرز سائلا يسمى بالدمع، يعمل على تعقيم العين وتدفئتها. يتم تحريك العين في كل الاتجاهات بواسطة 6 عضلات ترتكز على كرة العين من جهة وعلى جدران عظام الحجاج من جهة أخرى، وهي 4 عضلات مستقيمة واثنتان منحرفتان. كما نجد على العين من الأمام غشاء جلديا شفافا يدعى بالملتحمة، يوفر لها الحماية من العوامل الخارجية. أما كرة العين فتشتمل على قسمين هما جدار العين والأوساط الشفافة. بداية يتألف جدار العين من 3 طبقات هي الصلبة والمشيمية والشبكية. الطبقة الصلبة هي الطبقة الخارجية، لونها أبيض وتتحدب من الأمام لتشكل ما يسمى بالقرنية الشفافة، كما تحوي ثقبا في الخلف لخروج العصب البصري. يلي الصلبة طبقة غنية بالأوعية الدموية تقوم بتغذية الشبكية بالمواد الغذائية والأكسجين، تسمى بالمشيمية، وتشكل من الأمام القزحية، وهي قرص ملون يختلف لونه من شخص لآخر. وفي وسط القزحية نجد فتحة دائرية تدعى بالحدقة، والتي يتغير قطرها تبعا لشدة الإضاءة. خلف القزحية نجد الجسم الهدبي المكون من ألياف عضلية لا إرادية وأوعية دموية، والذي يتحكم بتحدب الجسم البلوري. أما الطبقة الأخيرة لجدار العين فهي الشبكية، وهي طبقة حساسة للضوء وتضم نوعين من الخلايا الحسية البصرية هي العصي والمخاريط. تتميز الشبكية بوجود منطقتين، منطقة تنعدم فيها الرؤية وتسمى بالنقطة العمياء، وهي منطقة خروج العصب البصري حيث تخلو من الخلايا الحسية البصرية، ومنطقة تقع مقابل الحدقة وتسمى باللثقة الصفراء، وفي مركزها انخفاض بسيط يدعى بالحفيرة المركزية. إن الضوء الداخل إلى العين يمر عبر 4 من الأوساط الشفافة، وهي القرنية الشفافة في الأمام، الخلط المائي وهو سائل كالماء يملأ الحجرة الأمامية للعين بين القرنية الشفافة والقزحية، ثم الجسم البلوري وهو عدسة مرنة محدبة الوجهين، وجهها الخلفي أكثر تحدبا من الوجه الأمامي، وأخيرا يملأ الحجرة الخلفية لكرة العين كتلة هلامية تسمى بالخلط الزجاجي. إن معظم الاختراعات البشرية ما هي إلا انعكاس للطبيعة، والتي جاءت بعد دراسات وأبحاث كثيرة على تكيفات الكائنات الحية مع الطبيعة. ومن هذه الاختراعات نذكر آلة التصوير الفوتوغرافية، والتي استوحى الإنسان تصميمها من خلال دراسته لآلية الرؤية في العين. فلو كانت العين البشرية كاميرا رقمية لكانت دقتها 576 ميجا بكسل، ولبلغت شدة حساسيتها اللونية 10 ملايين لون. تتمثل الرؤية بقدرة العين والمراكز العصبية المرتبطة بها على إدراك المرئيات، وتحدث الرؤية بآليتين هما آلية ضوئية وآلية عصبية. بداية تتم الآلية الضوئية على 3 مراحل. أولا التحكم بكمية الضوء الداخل إلى العين، وهو فعل لا إرادي تقوم به العضلات الدائرية والشعاعية لقزحية العين، حيث تضيق حدقة العين في ظروف الإضاءة القوية
بينما تتوسع الحدقة في ظروف الإضاءة الضعيفة. ثانياً، يشكل الجسم البلوري للجسم المرئي الواقع أمام العين خيالاً على الشبكية، ويكون هذا الخيال حقيقياً أصغر من الجسم المرئي ومقلوب. وأخيراً، فأن اقتراب أو ابتعاد الجسم المرئي عن العين سيرافقه عملية ضبط وأحكام لتوضع الخيال على الشبكية، وهو ما يسمى بعملية المطابقة، وذلك من خلال تغير في تحدب الجسم البلوري. أما الآلية العصبية في الرؤية فتتمثل باستقبال الضوء عبر الخلايا الحسية البصرية في الشبكية وإرسالها على شكل سيالات عصبية عبر العصب البصري إلى المراكز العصبية لتفسيرها، حيث تقوم الشبكية بداية باستقبال الضوء عبر الخلايا الحسية البصرية ألا وهي المخاريط والعصي. فالمخاريط تكون مسؤولة عن إدراك البيئة المحيطة في ظروف الإضاءة القوية والتي تسمح لنا برؤية الألوان. أما العصي مسؤولة عن إدراك البيئة المحيطة في ظروف الإضاءة الضعيفة والتي لا نستطيع من خلالها تمييز الألوان. تتلقى كل من العينين الضوء من الجسم المرئي لتشكل له خيالاً في منطقتين متناظرتين على الشبكيتين، وتتنبه الخلايا الحسية البصرية في الشبكيتين لتشكل سيالات عصبية ترسل عبر العصب البصري إلى الباحة البصرية في الفصين القفويين للمخ الذي تتمثل وظيفته بتفسيرها وإدراك جسم المرئي بوضعيته الصحيحة رغم أن الخيال مقلوب على الشبكية. إن حدوث أي خلل في البنية التشريحية للعين سيستدعي حدوث ضعفاً في النظر والإصابة بأحد أنماط عيوب الرؤية. فعند وقوع خيال الجسم المرئي خلف الشبكية نتيجة إلى نقص طول المحور الأمامي الخلفي لكرة العين أو قلة تحدب الوجه الأمامي للجسم البلوري، يكون عندها الفرد مصاباً بمد البصر، وهنا المصاب لا يرى الأجسام القريبة، وتتم المعالجة بوساطة استخدام عدسات محدبة. أما في حالة وقوع خيال الجسم المرئي أمام الشبكية نتيجة زيادة طول المحور الأمامي الخلفي لكرة العين أو زيادة تحدب الوجه الأمامي للجسم البلوري، تسمى هذه الحالة بقصر البصر، وهنا المصاب لا يرى الأجسام البعيدة. وتتم المعالجة بوساطة استخدام عدسات مقعرة. هناك حالة أخرى من مد البصر تتعلق بعمر الإنسان وتسمى بمد البصر الشيخي، وتعود إلى قلة مرونة الجسم البلوري تدريجياً مع التقدم في السن، حيث يصبح الجسم البلوري غير قادر على زيادة تحدبه مع اقتراب الجسم المرئي من العين مع بقاء قطر العين طبيعياً. تتم المعالجة باستخدام عدسات محدبة. لجأ كثير من الأشخاص إلى استخدام العدسات اللاصقة بدلاً من النظارات الطبية، ومنهم من استخدمها لناحيتها الجمالية، ولكن استخدام مثل هذه العدسات قد يسبب مضاعفات صحية للعين كالتقرحات والالتهابات، وبالتالي فإن استخدامها يجب أن يتم بإشراف طبي. في النهاية لا بد لنا أن نتعرف على فضل العلماء العرب على كثير من العلوم ومنها طب العيون. من أشهر العلماء في هذا المجال هو الحسن بن الهيثم الذي أثبت حقيقة أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين وليس بالعكس، كما ينسب إليه اختراع الكاميرا، وهو أول من شرح العين تشريحا كاملا ووضح وظائف أعضائها. Thank you.